السلام عليكم مشاهدينا في برنامج اتجاه الصحافة، ونطلع في حلقة اليوم من الحوار الليبي بين المعارك واستمرار الجلسات، جدل بشأن حلول ملف الهجرة غير القانونية، ضياع الأموال الليبية في الخارج ونقص الخدمات. نناقش هذه الموضوعات وغيرها مع ضيفنا عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية بسيوني الخولي. سيد بسيوني السلام عليكم وأرحب بك معي في حلقة اليوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبمشاهديك الأعزاء. يشير مراقبون إلى وجود تناقضات على الساحة الليبية قد تقوض مسار الحوار، حيث تتزامن جلساته مع مواجهات مسلحة على الأرض، وهو ما يصعب إيجاد حلول سياسية قريبة. من جهة أخرى تسلط صحف الضوء على استمرار جلسات الحوار المزمع عقدها وإقامتها لعدد من الشخصيات الليبية في الجزائر وحوار القبائل في القاهرة. تطرق الصحفي أيمن الأمين بموقع مصر العربية إلى الأزمة السياسية في ليبيا ودخول البلاد في نفق مظلم يصعب التكهن بنهايته، مشيرا إلى أن ليبيا تعد الدولة العربية التي تجمع بين أحشائها المتناقضات، حوار في الدول العربية والغربية وحراب في الداخل ومطالبات بانتخابات رئاسية في يونيو المقبل، ما يجعل الوضع الليبي غامضا بحسب خبراء. ونقل الأمين عن عضو مجلس النواب المنحل فهمي تواتي أن المجلس سيدعو إلى انتخابات رئاسية في حال فشل أطراف الحوار الليبي في تحقيق نتيجة ترضي الشعب الليبي قبل شهر يونيو المقبل. وأشار الكاتب إلى أنه بالرغم من المساعي العربية والدولية بشأن إيجاد حلول للأزمة الليبية والتي اقتربت من عامها الأول منذ اندلاعها في مايو الماضي وحتى الآن، إلا أن لغة السلاح تغلبت على جلسات الحوار بين الفرقاء. ونقل الأمين عن الناطق باسم المؤتمر الوطني العام قوله إن مقترحات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تستند إلى الحل الموضوعي والشامل والمتوازن في ليبيا، وهي مرفوضة تماما وغير قابلة للنظر. نقل موقع صحيفة البلاد الجزائرية في تقرير بعنوان مساهل وحدة ليبيا وسيادتها هل الهدف الأسمى للجزائر، عن الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل قوله إن الجزائر تسعى لتنظيم حوار وطني شامل وحقيقي يجمع كل الليبيين على أجندة واحدة، فهناك ضرورة للعمل على وحدة ليبيا وسيادتها بعيدا عن أي تدخل أجنبي. ونقلت صحيفة البلاد الجزائرية عن مساهل قوله إن حكومة الوفاق الوطني المزمع إنشاؤها في ليبيا ستحظى بالدعم الكامل من قبل الجزائر، فضلا عن دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام الأممي برناردينو ليون. وأشارت الصحيفة إلى أن مساهل حذر من الانعكاسات الخطيرة للتهديدات التي تشكلها المجموعات الإرهابية في الساحل واتساع رقعة الأعمال الوحشية المرتكبة ضد أمن واستقرار دول المنطقة ككل، فالإرهاب يتغذى من النزاع والفوضى. نقل موقع قناة روسيا اليوم في تقرير بعنوان اجتماع للقبائل الليبية في القاهرة لتسوية الأزمة في البلاد عن مسؤول مصري قوله إن اجتماع القبائل الليبية لتسوية الأزمة في البلاد ستستضيفه القاهرة ويضم نحو 150 من زعماء القبائل من جميع أنحاء ليبيا. وأشار الموقع إلى أن الاجتماع سيعقد خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر مايو الجاري، ويرمي للتوصل إلى رؤية سياسية موحدة للقبائل الليبية لبدء مفاوضات تدفع البلاد نحو حل سياسي. وجاء في تقرير موقع روسيا اليوم أن القاهرة وجهت دعوة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون للمشاركة، لكنه أكد أن الاجتماع سيكون برعاية مصرية وليس برعاية أممية. أذكر مشاهدينا أن ضيفنا الكريم يحدثنا عبر سكايب من القاهرة وهو أستاذ النظرية السياسية بسيوني الخولي. سيد بسيوني، يعني الصحفي أيمن الأمين على موقع مصر العربية يرى أن الأزمة الليبية غلبت عليها طابع الصراع المسلح العسكري، يعني وأن الحل السياسي والتوافقي صعبا ولربما أيضا بعيد المنال، ما تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التوصيف أو التكييف للواقع على الأرض الليبية صحيح إلى مدى بعيد،
فهناك نوع من التوازي بين عمل سياسي وهو حوار بين الفرقاء تقوده الأمم المتحدة، وبين حوار آخر بالسلاح على الأرض بين الأجنحة العسكرية للمتحاورين سياسيا. وفي هذه الحالة إذا أردنا للحوار السياسي أن ينجح ويصل إلى الهدف المتفق عليه من الطرفين، فينبغي أن توقف لغة السلاح لكي يتمكن السياسيون من تدبر الأمر ومن وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الذي سوف يفضي إلى حل الأزمة الليبية. فطالما أن هناك سلاح يعمل على الأرض وهناك صراع عسكري، فلا يمكن للحوار أن يستمر. نعم. كيف لحوار سياسي يجمع الفرقاء ويدرس القضايا ويمعن النظر في القضايا التي ترتكز عليها أو ترتكز عليها الدولة الليبية وأنظمتها السياسية والاقتصادية إلى آخره، في الوقت الذي يتقاتل نعم. فيه الفرقاء في الشارع؟ طيب، فهذا شيء الحديث سيد طبيعي، هذا البسيوني شيء هنا طبيعي. عن ما نقله هذا الصحفي على لسان هنا عضو مجلس النواب في طبرق، يقترح الذهاب إلى انتخابات رئاسية في حال فشل الحوار الليبي في تحقيق أي نتيجة ترضي الجميع. يعني في رأيك، هل هذا السيناريو بانتخابات رئاسية هو راجح؟ والله أنا ربما أكون قد اقترحت من أكثر من يوم مضى أن لا تجرى انتخابات رئاسية، ولكن تجرى انتخابات برلمانية أو تشريعية، لأننا الآن نحتاج إلى تشريع يضع الأمور في نصابها الصحيح، نحتاج إلى من يمثل هذا الشعب. الطرفان الآن الموجودان مختلفان في كل شيء، ولا يريدان الجلوس على طاولة واحدة، فلماذا لا ندعو الشعب الليبي لإفراز أو لإيجاد أو لانتخاب أو لاختيار نعم. هيئة تشريعية أخرى تكون منوط بها العمل الصحيح من أجل ترتيب الدستور وانتخاب رئيس وانتخاب حكومة، هكذا بدل ما ننتخب الرئيس ننتخب الهيئة التشريعية التي يكون لها القول الفصل وتشرع وطبع الأمور في نصابها الصحيح. فأنا أرى بدل الرئيس انتخاب الرئيس انتخاب هيئة تشريعية هو نعم. الأحسن هو الأرض. طيب، بالحديث عن الجهود التي تقوم بها الجزائر لتطويق الأزمة الليبية، يمكن أن نرى لها انعكاسا فعليا على اللاعبين المحليين في ليبيا؟ الجزائر مثلها مثل كل القوى الإقليمية تأمل وتتمنى أن تحل الأزمة الليبية بغض الطرف عن النوايا وعن مدى الصدقية، ولكن هذه الأمنية الجزائرية بادية للعيان وبادية للمحلل ولا يمكن إنكارها. تونس نفس الشيء، لكن كيف يمكن وضع هذه الأماني ووضع هذه الرغبات على أرض الواقع؟ كيف يمكن الدفع بالأطراف إلى الجلوس على مائدة المفاوضات وتوحيد الهدف وهو ليبيا والشعب الليبي وإقامة دولة؟ إذا اتفق كل الأطراف بنية صادقة على هذا الهدف، أتصور أنه يمكن أن يلين كل طرف للآخر ويتم الاتفاق بالفعل على قامت الدولة الليبية. وهذه أمنية جزائرية، ونحن نكبر في الجزائر هذه الأمنية وهذا الدعم للحوار الليبي. هنالك سيد بسيوني حراك مشابه لحراك الجزائر ولكن في مصر هذه المرة، يعني هنالك لربما مصر تحتضن اجتماع القبائل الليبية في نهاية شهر مايو، في رأيك أنت ما مدى نجاعة ذلك؟ في الحقيقة يعني أنا لا أرتاح كثيرا لتجمع القبائل الليبية على أرض مصر في القاهرة، لسبب وهو أن مصر ليست مبرأة من الانحياز إلى طرف على حساب الآخر. فهذا الموقف المصري ربما يمتد، وأنا أرى أنه سيمتد بطبيعة الحال إلى الطروحات التي سوف تطرح وتعرض على القبائل أو على رؤساء القبائل من أجل تبنيها. فإذا كان الداعي لهذا الاجتماع هو منحاز إلى طرف دون الآخر، فأنا لا أتصور أبدا أن هذا التجمع سينجح. وبصفة خاصة وأذكر
بأن هذا التجمع على الأرض المصرية لا يتم تحت مظلة الأمم المتحدة، ولكنه يتم من خلال اجتهاد من الدبلوماسية المصرية ونوع من دس الأنف من الدبلوماسية المصرية في الشأن الليبي. وأتمنى أن يخيب ظني. طيب سيد بسيوني، يعني في رأيك هل تكمن مشكلة تنافر الأطراف الليبية وعدم توصلها إلى أرضية مشتركة حتى اللحظة إلى مسألة الشرعية فقط؟ سيدتي الفاضلة، الوضع في ليبيا لا يتعلق بالشرعية، هو يتعلق بتوحد الهدف وصدق نوايا الأطراف حول هدف محدد وهو ليبيا والشعب الليبي. لو توحد هذا الهدف لدى كل الأطراف لكان العمل من أجل هذا الهدف لا يهم أبدا الآلية التي توصل إلى هذا الهدف، لكن يبدو أن كل طرف له هدف آخر لا نعلمه نحن كمحللين، وربما لا يعلمه الشعب الليبي، فلا بد أن يتوحد. إذا توحد الهدف أصبح من السهل الحديث عن آلية توصل إلى هذا الهدف. وأنا أقول في هذا وأكرر وأؤكد على أنه لا بد من ظهور قوة جديدة تعمل كقوة ضغط على الأطراف وهي الشعب الليبي. لابد من تحريك وتفعيل المجتمع المدني في ليبيا والشعب الليبي وثوار 17 فبراير لكي يؤكدوا أنهم غير مغيبين وأن لهم وجود، ويضغطون على الأطراف علانية وصراحة، يقولون نحن لابد أن نوقف هذا النزيف الاقتصادي والنزيف البشري والنزيف الأخلاقي على الأرض الليبية. نعم، في هذا المحور سيد بسيوني وأنتم مشاهدينا الكرام نذهب بكم إلى المحور الثاني. يثير القرار الأوروبي بشأن استخدام القوة العسكرية لمكافحة الهجرة غير القانونية يثير انتقادات ورفض البعض، فيما تسعى المفوضية الأوروبية إلى فرض نظام توزيع المهاجرين الذين يصلون أراضيها وسط جدل أوروبي حول الحلول المطروحة بشأن ملف الهجرة غير القانونية. ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي انتقد بشدة مشروع القرار الذي سيتم تقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة، ويرمي بصفة خاصة إلى استخدام الوسائل العسكرية لتدمير سفن المهربين التي ترسل المهاجرين إلى أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الليبي يعتبر موضع اهتمام الأوروبيين بسبب معضلة الهجرة باعتبار انطلاق معظم الزوارق من ليبيا في ظل الفوضى التي تعيشها منذ ثورة 2011، حيث يستغل منظمو الرحلات الوضع لزيادة عدد الزوارق غير آبهين بمصير المهاجرين. وذكرت صحيفة لوموند أنه من المنتظر أن تصل الممثلة العليا لشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إلى نيويورك للدفاع عن مشروع القرار الأوروبي بخصوص معضلة الهجرة. ذكر مراسل صحيفة لو فيغارو الفرنسية في بروكسل جون كلود ميفيل أن المفوضية الأوروبية تريد فرض نظام توزيع المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي الأوروبية على حصص لتخفيف الضغط على دول الاستقبال، وهي كل من مالطا وإيطاليا واليونان. وأشار مراسل لو فيغارو إلى أن العملية العسكرية الأوروبية لن تنطلق إن تم إقرارها إلا في شهر يونيو المقبل، لكن البحرية الإيطالية والفرنسية والإسبانية والبريطانية بدأت في الاستعداد للتدخل في مياه المتوسط. وجاء في تقرير الصحيفة الفرنسية أن هذا المشروع يبقى محل خلاف وجدل، خاصة في ظل رفض دول الشمال الأوروبي ومنها فرنسا وبريطانيا التي فاز رئيس حكومتها ديفيد كاميرون في الانتخابات الأخيرة. بداية سيد بسيوني، يعني كيف ترى المشروع الأوروبي الرامي هنا إلى استخدام الوسائل العسكرية لتدمير سفن المهربين التي ترسل المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية؟ المشروع الأوروبي بهذا التوصيف وبصفة خاصة في شقه العسكري أنا أرى أنه ربما يكون مستحيل التنفيذ على أرض الواقع، فهو غير عملي بالمرة. لكن لابد من مواجهة شاملة لهذا الموضوع تشمل النواحي الاقتصادية وتشمل النواحي الإنسانية وتشمل النواحي الإدارية لإدارة هذه الأزمة. لكن الواضح أننا هنا إزاء تصريحات متناثرة وطرح طروحات غير قابلة للتطبيق.
الحل العسكري الذي يقال عنه الآن والذي سوف ينظره الاتحاد الأوروبي وهو الآن مجرد مشروع أو طرح، كيف سيطبق على أرض الواقع؟ كيف يمكن تحديد الزوارق والقوارب التي تقل المهاجرين؟ كيف يمكن تحديدها؟ هل يمكن تحديدها قبل أن تقل هؤلاء؟ وكيف نعرف ذلك؟ بعد أن تقل هؤلاء وتكون في عرض البحر ونقتل الناس بالسلاح في عرض البحر. فهي قضية حقيقة أنا أرى أنها غير عملية بالمرة، وربما تكون من قبيل يعني الضغط الحادث الآن على أوروبا والضغط الحادث على الدول التي تستقبل المهاجرين، لكنه حل غير عملي بالمرة. طيب، صحيفة لوموند الفرنسية هنا تقول أن السفير لبلاد الأمم المتحدة ينتقد بشدة هذا المشروع، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيزه من قبل الأمم المتحدة. يعني في رأيك هل سيتم التوصل ربما إلى أرضية مشتركة وتوافق في هذا الملف بين الطرفين؟ يمكن أن يتم التوافق، ولكن القرار إذا دخل إلى مجلس الأمن بهذه الصيغة وبهذا الشكل ذو الطابع العسكري الواضح الصريح، أنا أتصور أن مجلس الأمن لن يوافق عليه أبدا تحت أي ظرف من الظروف. فعلى الأوروبيين أن يوجدوا نوع من الأرضية المشتركة التي يقف عليها الجميع، وهي معالجة هذه الأزمة بنوع من التريث وبنوع من الدراسة المستفيضة الحقيقية الشفافة كي تواجه هذه المسألة. أما مجلس الأمن فأنا أرى أنه لن يوافق على هذا المشروع مهما كانت الظروف. طيب، تحت أي سياق هنالك زيارة لموغريني إلى نيويورك للدفاع عن هذا المشروع، يعني بخصوص الاستخدام العسكري؟ هل يمكن اعتبار أن هذه الزيارة هو إصرار أوروبا بالفعل تجاه هذا الحل وتعتبره أنه الحل الوحيد؟ طبعا، هو الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هذا الأمر لأنه يرى أنه ربما يكون فيه الحل الناجع لهذه الأزمة، ومن خلال هذا الحماس لهذا المشروع تدور موغريني على القوى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن والتي تملك تمرير هذا المشروع. لكن أنا يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية غير متحمسة للتصويت على هذا القرار. كذلك هناك الصين وهناك روسيا، هذه القوى العالمية لن توافق على هذا الموضوع تحت أي ظرف من الظروف في هذه الآونة، وسوف يؤدي إلى أن تتهم هذه الدول بأنها تعمل ضد حقوق الإنسان وتعمل ضد قضايا حقوق الإنسان. لكن الآن ما تفعله موغريني من خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية أرى أنها تحاول الترويج وتحاول إقناع الأمريكيين من أجل التصويت على هذا القرار، وأيضا من أجل الوقوف مع أوروبا في هذه الأزمة أو في هذا المأزق. طيب، يعني كيف ترى الحلول الأخرى المطروحة بشأن ملف الهجرة، مثلا كتوزيع المهاجرين على عدد من الدول الأوروبية بالتساوي وغيرها من الحلول؟ الحلول أو الحل الجذري لهذه المسألة أن تجتمع دول جنوب أوروبا، البرتغال، أسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، مع دول الشمال الأفريقي وبصفة خاصة ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، حتى موريتانيا، يجتمع كل هؤلاء مع بعضهم البعض لكي يناقشوا هذه الأزمة وكيف يمكن حل هذه الأزمة، ويتم احترام كل الرؤى وكل الطروحات التي تطرح في هذه المداولات. هنا يمكن الحديث عن حل حقيقي لهذه الأزمة، كل يقدم ما لديه من رؤية، لأن رؤية دول المنبع أو دول المصدر للهجرة غير النظامية مهمة ومهمة للغاية، ربما تطلب هي مساعدات من الاتحاد الأوروبي، مساعدات إدارية، مساعدات إنسانية إلى آخره. فينبغي أن يجتمع الجميع. أما الحل بشكل منفرد من أوروبا وبشكل فيه عنقهية استخدام السلاح ضد هؤلاء المساكين، أعتقد أنه حل غير مجدي بالمرة. نذهب بك سيد بسيوني إلى المحور الثالث والأخير، وأنتم مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. يرصد مهتمون بشأن الليبي ما يحيط بالأموال الليبية في الخارج، لا سيما الدعوى المرفوعة من قبل هيئة الاستثمار الليبية ضد بنك جولدمان ساكس وسوسايتي جنرال بشأن خسارة مليارات الدولارات خلال عهد معمر القذافي.
من جهة أخرى تشكل أزمة الكهرباء التي تشهدها ليبيا هاجزا للمواطن الليبي وسط شكاوى ضد الشركة العامة للكهرباء التي تكبدت بدورها خسائر ضخمة بلغت نحو 1 مليار دينار. ذكر الكاتب جيمس تيتكومب في مقال على موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن صحيفة ذا تيليغراف البريطانية أن رئيس هيئة الاستثمار الليبية السابق عبد الرحمن بن يزة يحاول استعادة سلطته على الهيئة بعد أن تمت إقالته من منصبه في شهر أكتوبر الماضي. وبين الكاتب أن هيئة الاستثمار الليبية رفعت دعوى قضائية ضد بنك جولدمان ساكس وسوسايتي جنرال في دعاوى منفصلة مدعية تورط البنكين في خسارتها لمليارات الدولارات خلال العهد بعمر القذافي. وأشار كاتب المقال إلى أن بن يزة رفع دعوى لاسترجاع منصبه لدى المحاكم البريطانية ووكل مكتبا للمحاماة للدفاع عنه. واعتبر الكاتب أن الخلاف بين الجانبين يمثل منعطفا فريدا من نوعه في الأحداث حول من لديه الحق في تمثيل الهيئة. ونوه كاتب المقال إلى أن الخلاف يهدد بمعارك قانونية موازية ضد جولدمان ساكس وسوسايتي جنرال على مليارات الدولارات التي خسرتها الهيئة خلال حكم القذافي. تطرق مراسل موقع العربي الجديد من طرابلس أحمد الخميسي إلى أزمة الكهرباء التي تشهدها ليبيا خاصة في العاصمة طرابلس بعد ارتفاع العجز المسجل في الشبكة الكهربائية. وأشار الخميسي إلى أن أزمة الكهرباء تفاقمت في العاصمة الليبية طرابلس بعدما زاد العجز في الشبكة الكهربائية في البلاد، وهو ما أدى إلى انقطاع الكهرباء لنحو 12 ساعة يوميا وسط طرابلس وحرمان ضواحيها من التيار لمدة 23 ساعة يوميا. وأوضح كاتب التقرير أن الشركة العامة للكهرباء تكبدت خسائر ضخمة بلغت نحو 1 مليار دينار، أي ما يعادل 769 مليون دولار حتى نهاية 2013 بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني، ما أدى إلى تعرض مقارها ومواقعها للسرقة وعمليات التخريب. وبين الخميسي في تقريره أن ليبيا تصرف سنويا 800 مليون دينار أي ما يعادل 615 مليون دولار لدعم الكهرباء في البلاد بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدد المواطنون فواتير الكهرباء. تابعوني هنا، موقع بيزنس انسايدر يشير إلى ضياع مليارات من الأموال الليبية من قبل مصرفي جولدمان ساكس وسوسايتي جنرال مع وجود طبعا خلاف في ترأس الهيئة الليبية للاستثمار. يعني في ظل كل هذا الجدال والخلاف، ما هو مصير هذه الأموال؟ هل ربما ستضيع؟ نشير إلى ظاهرة في القانون الدولي العام تعرف بظاهرة الاستخلاف أو التوارث. الدول تتوارث بعضها البعض، فعندما تذهب دولة بشكلها الذي كانت عليه تأتي دولة أخرى لتخلف هذه الدولة فترث تركة هذه الدولة بكل ما فيها بصالحها وطالحها، بكل الالتزامات والواجبات، وكذا بكل ما لها من حقوق ومستحقات لدى الغير. هكذا ينبغي أن ننبه إلى هذا، لأن الكثير من يتحدثون عن الأموال الليبية يستغفلون أو يغفلون هذه القضية. ففي الحقيقة الأموال الليبية لن تضيع، لأن هناك ليبيا بعد الثورة على النظام القذافي سترث تركة النظام بكل ما له وما عليه. فلو أن هناك التزامات على الدولة الليبية الجديدة بعد الثورة فعليها أن تفي بها لأصحابها أيام القذافي، وكذلك لو لها حقوق من أيام القذافي أيضا سوف تتحصل على هذه الحقوق، لأن الدولة الحالية هي الوريث الشرعي الحقيقي لتركة القذافي. فبداءة لابد أن نعلم الأموال الليبية لن تضيع، لكن الحقيقة الآن أن من يطالب بهذه الأموال؟ الهيئة العليا للاستثمار في ليبيا نفسها متنازعة على من يترأسها، وهي الآن ليست لها المقدرة العملية لا من خلال خبراء اقتصاديين وخبراء قانونيين لكي يطالبوا بهذه الأموال. طيب، فالآن ينبغي أن نوحد ونصطف من أجل هذه الأموال من خلال كيان شرعي يكون له الحق في المطالبة بهذه الأموال وتعاقب هذه الأموال، لأننا الآن سوف ندخل في طريق طويل للبحث عن هذه الأموال وملاحقة هذه الأموال، وبصفة خاصة أن لدينا علم بأن كثير من هذه الأموال. طيب سيد البسيوني، في رأيك هل ترى أن هنالك من يستغل هذه الفوضى
في ليبيا لتحقيق لربما مطامح شخصية له، مع إيقانه بعدم وجود جهات محاسبة ستحاسبه. هذا أمر طبيعي وهو باد الآن للعيان. هناك من يستثمر هذه الظروف الصعبة في ليبيا، الظروف التي فيها تعتيم على كثير من المعلومات والوثائق داخل ليبيا من خلال من كانوا يؤيدون النظام السابق، وحتى خارج ليبيا هناك المستفيد من هذه الأموال، فهو أيضا يقوم بالتعتيم ويعمل من أجل تضييع هذه الأموال من خلال إظهارها في مظاهر أخرى، بحيث يمكن عندما يمكن تعقبها لا يعلم مصدرها، وبالتالي فإن ما آلت إليه هذه الأموال في استثمارات معينة يمكن أن يضيع على الليبيين هذه الأموال. ولكن عندما تكون هناك جهة محددة، هناك حكومة محددة وواضحة، وهي الحكومة الليبية المرتجاة، حتى تشكل لجان، هذه اللجان فيها خبراء يعلمون، وحتى تستعين بالخبرات الدولية، هناك بيوت خبرة في هذه القضايا تستعين بهؤلاء من أجل الحصول على هذه الأموال. وفي هذا وبهذا ننهي حلقتنا لهذا اليوم. أشكرك جزيلا الشكر ضيفنا الذي حدثنا عبر سكايب من القاهرة، أستاذ النظرية السياسية بسيوني الخولي. ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة مرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا غالية بوزحكوب.